للكلب الجزمة. مالك يا حبيبي في ايه؟ مفيش حاجة حبيبتي، اطلعي انا منتي. لا يا روحي انام ازاي بس وانا شايفاك مش مظبوط، قولي بس مالك في ايه؟ مفيش حاجة، الخواجة كان مديني ميعاد الليلة عشان يديني بقية الفلوس بتاع الشغل اللي اخده، قافل الموبايل بتاعه وما بيردش عليا، شكله كده مش مريحني. يا حبيبي ممكن يكون نايم او حصلت له ظروف، اطلع انت نام وارتاح وبكره ان شاء الله ابقى اكلمه الصبح. لو ظني في محله مش هيبقى فيها الصبح، هيكون خلع. قصدك يعني يبقى نصب عليك؟ ملهاش اي معنى تاني. طب وانت يا حبيبي هتعمل ايه؟ تلاقيش كل مشكله ولا حل. يلا يا شيماء يلا يا شهد اصحوا اصحوا. ايه؟ اصحوا يلا يلا. ايه في ايه؟ اصحي بقول لك. ايه امك جرالها حاجه؟ امك اتكهربت يا شيماء. يلا اسود. يا بنت بهزر معاك، امك من كهربا خلقه. يلا عشان الرايق وسماح كتبوا كتابهم، عايزين نهزل لهم شويه. ايه ده كتبوه امتى دول؟ هم كتبوه هنعمل ايه؟ يلا بقى اصحوا، اروح اصح امكم، يلا فوقوا كده. فاهمة حاجة؟ لا ايه ده مين كتب على مين؟ Start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Hey, papi. لا يا حبيبي لسه صاحي ما نمتش. داني لا ما اتصلش. يا بابي قلت لك ما تديهوش الحاجه غير لما تاخد الفلوس كلها، ما سمعتش كلامي. طيب طيب خلاص لما نتكلم بعدين، فكري في اللي قلتولك. صباح على خير، باي. دي غاليه؟ ايوه مش راضيه تيجي تقعد هنا ولا راضيه ابعت لها حراسه تقعد معاها. طب يا حبيبي انت شاغل دماغك بيها ليه؟ ما احنا كل ما نكلمها في الموضوع ده تقول انا عارفه انا بعمل ايه. وبعدين يا حبيبي انت عارف ان هي دماغها عناديه ودماغها ناشفه جدا. يلا يلا عشان خاطري بقى اشرب الليمون وهشغل لك فيلم. يما يما في ايه؟ يما ايه في ايه؟ انا اتجوزت. تعرفي مين اللي اتجوز؟ انت اتجوزتي؟ ايوه يما يا ستي اتجوزتي. ايه يما مالك بتتحرجي ده ليه؟ يا خرابي يعني كده اهو كده اهو يا موحة كده اهو يا موحة في ايه في الحتة يا موحة كده اهو يا موحة تجيب انا شفتي في التراب يا موحة اخزعي بس يما اخزعي ليه؟ يعني 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 اديني يا ايه يما بس ركزي بقول لك اتجوزتي اعملي فيا كده وانا عروسه يما عروسه قرصه تاكل في دماغي فين يما انا بقول لك يا خرابي عملت لك ايه يا خرابي يا ريت تضربها عملت ايه والنبي يا اخويا ما تضربها البنت ده معلش معلش ما تزعلش مني يما خنقتوني خرجت من البيت واتجوزت يا اخويا رجعت متجوزه يا عمتي انا اللي اتجوزتها انا اللي اتجوزتها والله لو النبي لو انت اللي اتجوزتها عامل ايه يا ولاد الف مبروك يا الف مبروك يا موحى يا حبيبتي الف مبروك يا موحى يا بنت بحب امك يا بنتي يما وانا قلت لك ايه يما بقول لك الحمد لله ما طلعتش من حد غريب يا يعني ده انا قلبي راح يا ريت والله قلبي راح حبيبتي Hi the piece is beyond excellent prepare the money as I'm not staying in Cairo for no more than 24 hours. Okay, thank you, bye-bye. ما تزعليش يا جيجي، ما تزعليش. انت لو كنت استنيتي اروح اجيبك ما كانش ده حصل. صح يا نص، ما كانش ده حصل. طب ايه رايك نروح نكلم ابويا ونشوف ابوك ايه؟ ابوك ايه اللي هنكلمه؟ ابوك لو كان عايش هنا حاجات كتير قوي ما كانتش حصلت. بقول لك ايه؟ ما تجيبش سيره ابوك ده تاني، خلاص؟ اهدي اهدي وانت من بكره هتشوف انا هعمل ايه شو الراجل بتاعك تعالى هنا انت الراجل بتاعك ذمتك انت حد يتجوز بالطريقه دي الواد ده مجنون وهيعيش ويموت مجنون محدش يعملها غيره بس عارف هو عمل الصح عمل اللي انا وانت ما نعرفش نعمله لا يا صاحبي اتكلم عن نفسك انا مش في الحوار ده خالص عارف يا يوسف وانا قاعد مع نفسي كده بفكر يا اخي انا مأجل موضوع جيجي ليه عشان ما اعيش فلوس عشان مزنوق مصرف على البيت وعلى اخواتي ولا عشان خايف من الجواز ولا عشان مش عايزها ولا عشان ايه بالظبط يا عم ما تكركبش دماغي وحياة ابوك سؤال سؤال عشان اعرف افيدك
تفيدني بايه؟ هي مقربه لوحدها، اللي اتجوز يبقى قد المسؤوليه، ما اتجوزش اساسا. انا خايف يا صاحبي، خايف اشيل شيء انا مش قدها، خايف يبقى عندي قرطه عيال اتربوا زي ما اتربينا وتعلموا زي ما اتعلمنا وفي الاخر يطلعوا زينا. في ايه يا جدع؟ ما احنا زي الفل كلنا الحمد لله. يا يوسف تضحك على نفسك ولا عليا؟ انت لو بصيت لنا هتلاقينا ولا حاجه. احنا بنخربش في الدنيا عشان نحس ان بكره جاي. بنخربش في الدنيا عشان نحس ان احنا عايشين. بناخد حقنا منها بالدراع. بس يا ترى صاحبي بقى دراعنا ده هيسد معانا لبكره ولا هيقع مننا؟ شكلها مضلمه معاك جامد. مش عارف يا يوسف، عايز اتغير يا اخي، عايز اسافر، عايز اشوف ناس تانيه وجو تاني. نفسي ابقى محترم يا يوسف، عايز ابقى محترم. شوف يا ديبو، مفيش حاجه في الدنيا دي كلها هتخليك محترم قد القرش. والقرش ده تعمله هنا في بلدك مش تطلع تعمله بره. يعني عمليه كبيره، عمليه لحسابنا لوحدنا، جوازه متريشه كده يعني. جوازه متريشه؟ طب وانت بتتكلم معايا؟ الحاجات دي بتبقى اسمها نصيب. وبعدين بيني وبينك، الجواز اللي ما يجيش منه مصلحه يبقى ما منوش عازه. ايوه يا يوسف، بس في حاجه اسمها الحب. الحب يا اخي. تصبح على خير. أنا غلطان إني اتكلمت معاك أساسا، اتكلم مع مين؟ بنت خد يا سماع، سماع، خد يا بنت. يا بنت احنا مش كاتبين كتابنا ولا إيه؟ يفتح لنا حبيبي. الله أكبر. يا بنت هاتي حد بوسة بس تصبيرة كده صغيرة. ما قلت لك لأ يا ميمي، سيبني بقى. الله أكبر. يا بنت بوسة لحد الفرح بس، بوسة ما حصلش حاجة. لأ الله. الله أكبر. طب بقول لك إيه؟ عشان خاطر ميمي، بوسة أخويا. بعين. اللهم لك الحمد. ماشي يا سماعة، ماشي، أمك هتخلص صلاة، ما تخلصي بقى في إيه؟ ما تهدى يا ميمي، مالك في إيه يا راجل؟ السلام عليكم ورحمة الله. خلصت صلاة، خلصت صلاة أهو، أمي خلصت صلاة. السلام عليكم ورحمة الله. خليك بنار. حرمة يا عمتي. جمعا إن شاء الله يا حبيبي. بتقعد تنضف كل يوم، مش هاجي كل يوم أقف قدامه كده أبص عليه. حاضر. تعالي يا بت. اتأخر شوية كده. ماشي. تعالي باتي معايا. خش نامي في حضنها. خش نام اتحطناها. خش نام ميمي. اطفي نور الزفت وولع نور الهبابه عشان صلاح ما يكفيش على وشه. ايوه. خش نامي. تعالي يا اما وحشني حضنك. خليها تنفعك. تعالي يا روحي. تعالي يا بنتي. هو كان المفروض يبعت لي تمن الحاجه امبارح بس ما حصلش، خايف يكون بيغلط. الحاجه دي ايه بالظبط؟ تمثال. تمثال ب 2 مليون يورو. تمثال يخصك ولا يخص ناس تانية؟ يخصني شيم. أنا لازم أعرف الموضوع بالظبط عشان أعرف أنا بتعامل مع مين، لأن لو اكتشفت إن الموضوع ده